مولود الجوزاء بتتناغم معك الحركة الفلكية الهوائية، بترتفع المعنويات وبتاخذ منحة تصاعدي إيجابي. الأجواء الفلكية واعدة بتحمل نقلة نوعية، مساعدات، بتتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماس. لكن بس بدك تنتبه إن نهار السبت وجود القمر بمواجهة برجك من الحوت بخليك شوي متطلب، بدك تكون هادي، أعمالك تراجعها على رواق، ملفاتك تتأكد منها، حجوزاتك وأوراقك أيضا، حاول إنك تركز وما تشتت أفكارك إن كان من ناحية الحسابات أو الشؤون المالية والمصرفية والاتفاقات. بتتحسن الأوضاع مع وصول القمر لبرج الحمل الأحد والتنين، بيكون عندنا مربع فلكي مع الشمس من الميزان، يعني أجواء حلوة بتطل على أيام حفلة بالمستجدات والأحداث السعيدة على صعيد حياتك الشخصية أيضا والمهنية والتألق والانتصار المهني. بمشاريعك بيحمل لك نعم ويعزز قدراتك وبتكسب القلوب والإعجاب، بحين أنه الحظ بيهديك فرص استثنائية بالشغل، بالسفر، بالنجاح الجامعي، إنجازات واعدة، حظوظ عالية. لكن رح يتبدل المشهد الفلكي مع وصول القمر لبرج الثور بين الثلاثة والخميس، ثلاثة أيام متقلبين سلبيين بخلوك تشعر بالارتباك وزعزعة المعنويات، كمان بتشعر بالتوتر وبتقل الواجبات يلي بتتوالى بصورة مستمرة، ما تترك مجال لسوء التفاهم أو التحديات أو الاستفزازات. لكن من جديد بترجع تستعيد السيطرة على الأمور لحظة وصول القمر لبرجك نهار الجمعة. بيكون عندنا مثلث فلكي هوائي مع الشمس من برج الميزان، بتتلاحق الأحداث الحلوة بشكل سريع وبتظهر تطورات منشودة وعروض كبيرة طارئة وخيارات متعددة للجميع. بانتظارك قرارات، أنت بتتمتع بالروح الرياضية والواضحة والحدس السليم والمنطق الرصين. حاول أنك تستفيد من عطلة الأسبوع. عاطفيا واخيرا بتتنفس وبترتاح من الضغوطات العائليه، بتصادف احداث حلوه، بتخطط للقاءات ومناخات عذبه حاره. انتقال الزهره لبرج الميزان الهوائي الصديق بيامن لك اسبوع من السعاده والرضا، بتتلقى اخبار ايجابيه وكمان الحبيب بيكون عم ينتظر منك مبادره او تحرك مهم تجاهه. انت بتتمتع بطاقه كبيره بتاهلك لاخذ المبادره او تحسم القرار. اما العازب حين الوقت حتى تبلش علاقه شفافه ما فيها اي غلط، وضح وكان حاول انك توضع حد لمغامراتك واحلامك.